أريد أن أشرب الحليب، إنه مغذي جدا ولذيذ. نسيت الكوب. هم يا حليب نسيتوا مأزري. يلا اشرب حليب. أين الحليب؟ كيف هي الذي أخذت الحليب لتوم؟ سيلينا. يلا ليش أخذت لي الحليب؟ إن الحليب فارغة. الحليب لذيذ جدا. سلوا الحليب لتوم. حرام، لأنكم سرقتوا لي الحليب بدي اشربوا له الحليب لتوم. هي بابا. ايه يا تاتا؟ نو بابا. تاني يا تاتا. نو بابا. لا اشربها. أنا هلا بلفي يا ألعب واشتري ألعاب عشان يصير معي مصاري. هلا بدي ألعب بمحل ألعاب. هلو نينجا بايسيكل فروم فروم. تقلب لعبي. لدي ألعاب توس توس. انظروا إلى كل هذا. لقد جاءت زبونة. أريد لعبة. حسنا، أي واحدة تريدين؟ لدي هذه جميلة، انظري. 5 دولارات. لا يوجد نقود. نقود أصدق. لا أستطيع إعطائك إياه. لا نقود لا لعبة. واو. أنا عادي قرر. حسنا، لديك دولار، أعطيني. أوكي. تفضل الدمية. أوكي شكرا. لقد جنيت المال الكثير. دولارات دولارات. سوف أسرق الدمى منك. تريدين شراء البسكليت؟ إنها جميلة. 10 دولارات. أوكي. سوف أذهب لأسرق البسكليت. دولار. واو، لدي الكثير من الأموال. واو، أصبح لدي الكثير من النقود. أنا سأذهب لأسرق الكلب. ما زالت مستيقظة، سأنتظر. واو، وأخيرا لقد نامت.
ليس هناك نقود. طيب ألعاب بابا نويل. إنه بابا نويل جميل جدا. أصوات أموال كثيرة. الآن سوف أذهب لأسرق بابا نويل منها. الآن لن أنا سوف أكتشف من يسرق ألعابي. أنت عرامي. لا سوف أتصل في الشرطة. لا 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 أنا لم أسرق ألعابك. صوت. ماذا؟ هناك أحد يسرق ألعابك؟ عرامي. نحن الشرطة سوف نأتي. أسرق ونضعه في السجن. سامحيني، لا تدع الشرطة تأخذني إلى السجن. آسف. أنت الذي سرقت ألعاب هذه الطفلة؟ يا سيدي أنا لم أسرق شيئا أبدا. اعترف أين وضعت المسروقات وألا سوف أضعك في السجن. حسنا يا سيدي، سوف أدلك على طريق المسروقات. هيا بنا. أرجوك سامحني. لا لن أسامحك، سوف تدخل السجن. أرجوك سلام.